مساء الخير يا حبايبي في الدنيا, ورجعنا بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون مختلف شويه, بحيث هعرض لكم التطبيقات اللي انا بستخدمها شخصيا واللي ما اقدرش امسحها من الهاتف بشكل نهائي. فتابع الفيديو للنهايه لانه هيكون مهم. ولو انت مش مشترك في القناه بتعمل حد دلوقتي, انزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الجرس واضغط لايك, بيشجعني جدا انزل لكم فيديوهات اكتر. وكالعاده انشر الفيديو مع اصحابك على الواتس والفيس, عايزين نوصل 500,000 مشترك باسرع وقت. وبنبدا باول تطبيق من التطبيقات اللي انا بستخدمها, هو تطبيق ماكي. التطبيق ده شباب بيجمع من تطبيق الفيسبوك وتطبيق الماسنجر في تطبيق واحد وبحجم صغير جدا. وبصراحه اكتر ميزه عجبتني فيه وخلت ننزل التطبيق ده هي ميزة تحميل الحالات. يعني لو صاحبك منزل حالة تقدر تضغط عليها وتضغط على الزر اللي فوق وتحملها عندك على الهاتف, ودي ميزة جميلة جدا مش موجودة في اي تطبيق. وبصراحة دي الميزة اللي مخلينا حمل التطبيق, ان لو في حالة صحابي منزلينها اقدر انزلها عندي على الهاتف. غير كده التطبيق بيدي لك ميزات تانية جميلة, زي انك تقدر تغير لون واجهة الفيسبوك او الماسنجر للون الاسود او الاخضر او اي لون انت عايزه. وكمان ميزة لو انت مشغل بيانات الهاتف وعايز توفر الباقة ومش عايز تخلص بسرعة, بتقدر تفعل ميزة في التطبيق بتمنع لك ظهور الصور او الفيديوهات, بس المنشورات الكتابيه هي اللي تظهر عشان توفر لك في الباقه. فتطبيق جميل جدا ومميز. هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت, وهسيب لكم رابط في وصف الفيديو تحت بيشرح التطبيق كامل. ونروح للتطبيق الثاني, وهو تطبيق كاميرا كونكت. التطبيق ده برضه يا شباب من ضمن التطبيقات اللي انا ما اقدرش استغنى عنها, بحيث لو انت يوتيوبر وعندك كاميرا كانون تقدر تخلي الموبايل بتاعك يتحكم في الكاميرا عن طريق انك بتربط الكاميرا بتاعتك بالموبايل بتاعك عن طريق الواي فاي. فالتطبيق ده مهم جدا لو انت يوتيوبر وعايز تاخد لنفسك صوره او تعدل في الايزو او في سرعه الشطر او في فتحه العدسه. التطبيق ده بيسمح تعدل في كل الحاجات دي بطريقه سهله وبسيطه. وكمان لو عايز تنقل الصور والفيديوهات من الكاميرا على الموبايل من غير ما تطلع الميموري بتقدر عن طريق التطبيق. فتطبيق مهم جدا ومميز, هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق التالت, هو من اجمل التطبيقات اللي استخدمتها, بحيث لو في اغنيه اجنبيه او هنديه او باي لغه شغال على التيفي او على موبايل صاحبك او في الراديو, التطبيق ده بيسمح لك انك تعرف اسم الاغنيه وتفاصيل كتير عنها عن طريق انك بتشغل التطبيق وترجم الاغنيه اللي شغاله سواء كانت على التيفي او الراديو, وبالتالي هيجيب لك اسم الاغنيه ومعلومات عنها واسم المغني. التطبيق مهم جدا ومن اكثر التطبيقات اللي بستخدمها, هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. التطبيق الرابع هو تطبيق مهم جدا, وهو كاميرا 360. التطبيق ده بمجرد ضغط الزر بيعدل على الصوره كلها بتاعتك كامله في لون البشره وتصفيه البشره من الحبوب, وبيضيف لك فتره شكلها جميله جدا على الصوره, بتخلي الصوره بتاعتك احترافيه. التطبيق ده انا بستخدمه لو انا ملان من اللابتوب بتاعي ومليش مزاج استخدم فوتوشوب, لان الفوتوشوب حرفيا بيطلع عيني عشان اطلع صوره من عليها او اعدل عليه صوره. فالتطبيق ده بمجرد ضغط الزر بيعدل على الصوره بتاعتك بشكل جميل واحترافي. هسيب لكم رابط تحميل التطبيق ده في وصف الفيديو تحت. ولو عايزين نعمل لكم الفيديو ده جزء تاني اكتبوا لي تحت في التعليقات. ولينا نكون وصلنا لنهايه الفيديو, لو عايزين نعمل جزء تاني من الفيديو ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وما تنسيش تعمل زر لايك واشترك في القناه انت مش مشترك وفعل زر الجرس. ولو انت جديد خد لفه في القناه, بنزل فيديوهات جميله جدا, واشوفكم في فيديو جاي. والسلام عليكم.